توقعاتك لمباراة النهاردة؟ إن شاء الله هنفوز 1-0. أكيد مصر هتفوز طبعا، هتكسب إن شاء الله 5-1. 2-0 صالح مصر. إن شاء الله 3-1. إن شاء الله 2-0 بأمر الله، مش أقل من 2 بإذن الله. 2-0 2-0 هيفوز 1-0 2-0 تعادل 1-1. مين اللي هيسجل هدف؟ إن شاء الله محمد صلاح. تريزيجيه، محمد صلاح، كل اللعيبة الجميلة بتاعتنا. محمد صلاح و النني مثلا او اي لاعب تاني ما اعرفش مين، يعني ممكن اللي يجيب محمد صلاح الجونين هاتريك. هو تريزيجيه ومحمد صلاح. محمد صلاح وعبد الله السعيد. واحد تريزيجيه ومحمد صلاح. محمد صلاح وتريزيجيه. محمد صلاح و عبد الله السعيد. محمود علاء.